بعض الإخوة يذكر أن هناك انتقادا كثيرا عند بعض الناس لما جرى بالأمس للقضية الحاصلة وحصل فيها وصلة وهجر. يقولون كيف تحرمون الهجر وتقبلونه؟ أي نعم، هذا انتقاد لو كان في محله، لو كان له واقع. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما كان يمشي ومعه زوجته وأسرع اثنان من الصحابة قال على رسلكما إنها صفية، فبرأ نفسه لما قد يساء فيه من الظن. اعلموا أننا قد أنذرنا المحكمين، أنا والشيخ عمر والشيخ عبد البتول، أنذرناهم ألا يقبلوا الهجر وأننا لا نريد الهجر. وقيل لهم إذا أتيتم بالهجر ما سيستقبلكم أحد، واتفقنا على هذا أنه لا يؤتى بهجر وأن وصلتهم هي المقبولة فقط. ولهذا لم يدخلوه إلى المركز، إلى ساحة المسجد، وإنما جعلوا في سيارة بعيد ما وصلوا به، ولا رأيته ولا دريت به إلا من كلام الناس. نعم، وتكلم أحد المحكمين، ما تكلمت أنا، وقال مقبول مرجع للمحكمين، فلا رأيته ولا طلبته ولا حكمت به ولا غيرت من مبدئي ومنهجي في أن الهجر يعتبر حكما بغير ما أنزل الله. ونحن ننصح المشايخ والذين يدخلون في قضايا الناس ألا يحكموا به. فهذا هو الذي حصل، أننا ليس لنا ناقة ولا جمل في قضية الهجر والوصلة بالبقر. قلنا لهم يكفينا أن تصلوا بوجوهكم، لا نحتاج إلى أن تأتوا ببقر. فحكموا به من قبل أنفسهم واستردوه من قبل أنفسهم، وليس لنا في ذلك أي مشاركة. والحاضر يعلم الغائب، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.